بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع لقاء الأربعاء. هذا اللقاء الطيب المبارك يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلة واستفسارات الإخوة والأخوات، وذلك عبر محطة القصيم. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بفضيلته ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا يا شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ بتفسير الآيات المباركات من أواخر سورة هود في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات من هذه السورة العظيمة سورة هود، التي ذكر الله فيها قصص الأمم السابقة المكذبة لرسلها وما حل فيها من الهلاك والدمار، عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم لرسل الله عز وجل. ثم قال سبحانه وتعالى في آخر هذه السورة: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه. فهذه الآيات الله جل وعلا قال لنبيه أنه يقص عليه وعلى أمته أخبار الأمم السابقة ليعتبروا وليثبت الله قلب نبيه صلى الله عليه وسلم ويسليه عما يلاقي من أذى قومه، بأن له أسوة بإخوانه المرسلين من قبل وما جرى لهم وما صبروا عليه حتى نصرهم الله سبحانه وتعالى. قد جاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، كما في آخر هذه الآية: قص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. قبلها قال: فلولا كان من القرون أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. هذا فيه أن ما دام يوجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن الله سبحانه وتعالى يرفع العذاب، وأما إذا فقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أمة ولا حول ولا قوة إلا بالله فقد حق عليها العذاب. لولا كان، يعني هلا كان من القرون من قبلكم من الأمم السابقة أولو بقية، يعني أولو صلاح وبقية من أهل الخير، ينهون عن المعروف وينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف
أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، وفساد الأرض هو بالمعاصي وصلاحها هو بالطاعات. ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، إلا قليلا من الأمم كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قد أنجاهم الله سبحانه وتعالى. واتبع الذين ظلموا من الأمم السابقة ما أترفوا فيه، ألا فيه ذم الترف والتنعم في الدنيا والانشغال بها عن الآخرة. والغالب أن أهل الترف هم الذين يعاندون الرسل ويعاندون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه يحول بينهم وبين شهواتهم. إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. ثم قال جل وعلا: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. لو شاء الله لجعلهم كلهم صالحين وكلهم مؤمنين، ولكن حكمته اقتضت أن يبتليهم وأن يمتحنهم وأن يتبين المؤمن الصادق من المنافق من الكاذب، لأجل أن لا يكون الناس مختلطين، لا يدرى من هو الصادق من الكاذب. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلو تركوا دون ابتلاء وامتحان لم يتميز المؤمن الصادق من المنافق من اللاعب الذي يريد أن يخدع الناس، فهذا فيه تمييز للمحق من المبطل. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولكن حكمته تقتضي أن يمتحنهم ويبتليهم ليتميز الصادق من الكاذب ويعرف المؤمن من المنافق. ولا يزالون مختلفين. الخلاف بين الناس هذا أمر طبيعي، يختلفون، ولكن عند الاختلاف هناك ما يبين الحق من الباطل، وهو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ثم قال: ولا يزالون مختلفين، فأخبر أن الاختلاف سيحصل وسيقع بين الناس، وهذا من باب الابتلاء والامتحان. إلا من رحم ربك، فإن الذين رحمهم الله لا يختلفون، يتبعون الحق ويجتمعون عليه ويعتصمون به ولا يختلفون. وإذا حصل بينهم اختلاف في الاجتهادات والآراء رجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعرفوا المحق من المخطئ، فيرجع المخطئ إلى الحق ويثبت المحق على حقه، فبذلك يحصل البيان والإيضاح لما اختلفوا فيه. إلا من رحم ربك، فدل على أن الاختلاف عذاب، وأن الاجتماع رحمة، وأن الاتفاق على الحق رحمة. إلا من رحم ربك، فهم لم يختلفوا، وأما الأكثر فإنهم اختلفوا. إلا من رحم ربك، ثم قال: ولذلك خلقهم، خلقهم للاجتماع على الحق، خلقهم لعبادته، خلقهم لطاعته. فالله جل وعلا يرحمهم إذا اجتمعوا على الحق وآمنوا بالله ورسله، تمسكوا بشرعه، فإن الله يرحمهم. إلا من رحم ربك، فدل على أن الاختلاف عذاب وشقاء، وأن الاتفاق على الحق والاجتماع على الحق رحمة. ولذلك خلقهم. ثم قال جل وعلا: وتمت كلمة ربك الحسنى، وتمت كلمة ربك، يعني القضاء والقدر الذي قدره الله، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالله خلق الجنة والنار. الجنة لها أهل وهم أهل الصلاح
والاجتماع على الحق وعدم الاختلاف، وأهل النار هم أهل الاختلاف وأهل الكفر والشرك. ولذلك تجد الكفرة والمشركين مختلفين إلى ملل شتى، وإلى لأنهم يتبعون أهواءهم ولا يتبعون الرسل، كل له هوى وكل له رغبة غير رغبة الآخر. فلذلك يكثر الاختلاف بين الكفرة في كفرهم وعباداتهم وشركهم ونفاقهم إلى غير ذلك. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك وهو القضاء والقدر، لأملأن جهنم من الكفرة وأهل النار، لأملأن جهنم من الجنة يعني الجن والناس أجمعين. فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى. تمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ثم قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل. ثم بين الحكمة، ما نثبت به فؤادك، فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا عرف أحوال إخوانه المرسلين وما جرى لهم وما صبروا عليه وما كانت النتيجة لهم، فإنه يصبر على ذلك ويطمئن. ما نثبت به فؤادك. وجاءك في هذه الحق، هذه السورة، وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون، قل للذين لا يؤمنون من الذين خالفوك وكفروا بما جئت به، قل لهم اعملوا إننا عاملون. فهذا من باب التهديد لا من باب التخيير، وإنما هو من باب التهديد. قل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا ما يحل بكم، وانتظروا ما يحصل للمؤمنين من الخير والنصر والتأييد، انتظروا إنا منتظرون. أنتم تنتظرون الهلاك والدمار والعقوبات، ونحن ننتظر النصر والفوز بالجنة والنجاة من النار. انتظروا إنا منتظرون. ثم قال جل وعلا ولله غيب السماوات والأرض لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، الذي في السماء والذي في الأرض لا يعلمه إلا الله، ومن ادعى علم الغيب فهو كافر. وادعاء علم الغيب هذا من أنواع الردة، فلا يعلم الغيب إلا الله. ومن أطلعه الله من رسله على شيء من الغيب، وأما الغيب فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ويطلع رسله على ما يشاء من الغيوب من أجل إقامة الحجة على الخلق معجزة لهم. انتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، أمر الخلق كله يرجع إلى الله، فهو الذي يحاسب العباد ويجازيهم على أعمالهم، وهو الذي يعلم سرائرهم ويعلم ما قدموا ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، أمر هذا الكون من أوله إلى آخره، فاعبده وتوكل عليه، هذا أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لجميع المسلمين. فاعبده أي اعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا وتوكل عليه. التوكل من العبادة، ولكنه عطفه على العبادة اهتماما به، والتوكل هو من أعظم أنواع العبادة. يعني فوض أمرك إليه واعتمد عليه ولا تعتمد على غيره سبحانه وتعالى. وما ربك بغافل عما تعملون، هذا خطاب للمؤمنين والكافرين، أن الله لا يغفل عن أعمال الصالحين ولا يضيعها، ولا يغفل عن أعمال الكفرة والعصاة والمفسدين فلا يحصيها عليهم ويجازيهم بها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد. شكرا لكم شيخ صالح على تفسير هذه الآيات المباركات. وأيضا نذكر الإخوة والأخوات الذين يريدون الاتصال بفضيلة الشيخ أن يكون الاتصال عبر الهاتف، أيضا نود منهم أن يكونون بعيدين عن جهاز التلفزيون كي لا يكون هناك ارتداد وتردد في الصوت. نبدأ بالأسئلة التي وصلتنا قبل قليل. هذه الأخت تسأل عن
حالة تفريق الأسنان بالنسبة للمرأة وشد المائل منها فضيلة الشيخ صالح؟ أما شد المائل منها فلا بأس به، لأن هذا علاج لخلل في الأسنان، أما تفليجها وإبعاد ما بينها هذا حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتفلجات للحسن، فإذا كانت الأسنان سليمة فلا يعبث بها ولا يفرج بينها ويفلج بينها، هذا حرام وملعونة من فعلته بلعنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وصلنا فاكس من مصري مقيم بالرياض يقول في الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: سمعت أن كتب العلامة ابن دقيق العيد والذي يعد من العلماء البارزين فيه بعض الملحوظات، أرجو أن تحدثونا عن هذا العلم وعن هذه الملحوظات. ابن دقيق العيد إمام جليل في الحديث وفي الفقه، وهو مرجع قيم لأهل العلم وشيخ العلماء في وقته، وأما أنه يحصل منه بعض الأخطاء فهذا من طبيعة البشر، ما أنا أحد معصوم من الخطأ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوجب إذا حصل خطأ في الاجتهاد لا يوجب أن يحتقر العالم أو أن يضلل أو أن إلى آخره، فنأخذ من علمه الغزير ويغفر الله له ما أخطأ فيه، والعصمة لله والعصمة لكتاب الله، العصمة لكتاب الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وسنته. نعم. فقرته الثانية يسأل عن كتاب تفسير البغوي يا شيخ صالح. هذا كتاب جليل وهو على مذهب أهل السنة والجماعة، فهو تفسير جليل ومرجع قيم. نعم. هذا سائل يسأل عن الصلاة على الموتى وفيهم أطفال صغار، هل يكون الدعاء عاما بهم أم يخص الأطفال بدعاء خاص؟ يدعى للكبار بالمغفرة والرحمة وما ورد من الأدعية، ويدعى للصغار: اللهم اغفر لوالدي هذا الطفل واجعله فرطا وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم، فيدعو للكبار ويدعو للصغار بما ورد. نعم. فضيلة الشيخ، هذه الأخت أم أسماء تقول: ما حكم الإفطار؟ أنا أصوم الخميس والاثنين وأيام البيض، ولكنني قبل الأذان بدقيقتين أفطر. لا يجوز الإفطار قبل الغروب، إذا أفطرت قبل الغروب فإنه يبطل صيام هذا اليوم لأنك لم تكمليه، والله جل وعلا قال: ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى الليل إذا غربت الشمس وجاء الليل من جهة المشرق حل الإفطار، أما قبل أن تغرب الشمس وقبل أن يرى الليل يعني يقبل من المشرق لا يجوز للإنسان أن يفطر، إن أفطر فإنه يفسد صيامه لأنه لم يكمل يومه. نعم. نبدأ بالاتصالات ونأخذ ثامر. مرحبا يا ثامر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. أنا عندي سؤالين يا شيخ. الأول: ما هي لباس الشهرة؟ والسؤال الثاني: هل يتم فك السحر عن طريق قراءة المعوذتين فقط؟ ولا لابد من قراءة آيات قرآنية أخرى؟ وشكرا. طيب. نعم. يقول: ما المراد بلباس الشهرة؟ لباس الشهرة ما يخالف لباس أهل البلد، إذا كان لباس أهل البلد على السنة، إذا كان لباس أهل البلد موافقا للسنة فلا يجوز له أن يخالفهم، لأن هذا لباس الشهرة، وقد جاء الوعيد على من يلبس لباس الشهرة. نعم. يقول: هل يكفي قراءة المعوذتين للتحصن من السحر وغيره؟ نعم، قراءة المعوذتين فيها خير كثير من السحر والوسواس وغير ذلك، وإذا قرأ من القرآن الآيات التي فيها السحر وإبطال السحر فذلك أحسن. نعم.
أبو عبد الله من الرياض، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ الله يحفظك، أنا بسأل، أنا عندي بنات في التحفيظ، بعضهم في الابتدائي بعضهم في ثانوي، وعندهم مكافأة تنزلهم مكافأة تنزل حسابي، فأنا أخذها أعطيهم منهم جزء بسيط أعطيهم والباقي أخذه، عند بعضهم يطلبون إني أعطيهم مكافأة. إذا كنت أغناك الله عز وجل ولست بحاجة وهن بحاجة فلا بد أن تعطيهن ما طلبنا. نعم. شكرا شكرا أبو عبد الله. نأخذ اتصال آخر معنا. ترى في ارتداد. طيب أحسن. نعم. طيب فضيلة الشيخ، هذا يقول بعض الرجال يقول عن نفسه إن الله ابتلاني بهذا الأمر، مثل أن يقول ابتلاني بهؤلاء الأبناء وفي عقوقهم. نعم، الابتلاء حاصل، والله يبتلي بالأولاد وبالذرية، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله جل وعلا يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الابتلاء حاصل، ولكن المؤمن يصبر على الابتلاء ويعمل الأسباب التي تزيل الابتلاء والامتحان. فالابتلاء بالأولاد يعالجه بتربيتهم على الخير وبتعويدهم على الصلاح من الصغر، وتربيتهم شيئا فشيئا، تعاهدهم من الصغر حتى ينشأوا على الخير وعلى الطاعة، ويبعدهم عن قرناء السوء وجلساء السوء. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، اضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا دليل على تربية الأولاد على الطاعة من الصغر، من سن السابعة، من التمييز، حتى ينشأوا على ذلك ويألفوه. وأيضا وإذا بلغوا العشر يؤدبون على المخالفة تأديبا يردعهم، ويفرق بينهم في المضاجع، فلا يتركون ينامون جميعا متقاربين في المضاجع، لأن هذا يسبب الفتنة بينهم، لأنهم يكونون مراهقين أو قد بلغوا، تحصل بذلك الفتنة بسبب الاختلاط. وهذا من أدلة منع الاختلاط بين الرجال والنساء، حتى ولو كانوا إخوة، إذا كان الاختلاط يسبب الفتنة فإنهم يكون الرجال على حدة والنساء على حدة، في المضاجع أو في المجالس أو في العمل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المراد بالآية الكريمة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا؟ نعم، الدار الآخرة يعني الجنة، يجعلها الله للذين لا يريدون علوا على الناس ولا فسادا بالمعاصي واتباع الشهوات. فالآية تدل على أن الناس أقسام، منهم من لا يريد العلو ولا الفساد في الأرض، وهذا من أهل الجنة. تلك الدار الآخرة نجعلها، يعني الجنة، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ومنهم من يريد العلو والفساد كفرعون وجنوده، ومنهم من يريد العلو بلا فساد، ومنهم من يريد الفساد بلا علو، أربعة أقسام. فكل يحاسبه الله على عمله، ويجازيه على طاعته وعلى انقياده. نعم. ناصر من أبها، تفضل يا ناصر. ناصر. طيب فضيلة الشيخ، هل التورية على الوالدين حتى لا نقوم بإغضابهما تعتبر من العقوق؟ ما نوع التورية؟ إذا كانت التورية تضر وتخدع الوالدين فلا تجوز، لا مع الوالدين ولا مع غيرهم، ولكن مع الوالدين أشد. فالوالدان لهم حق، ولهم حق البر والإحسان إليهما بكل قول وبكل فعل، والتأدب معهما، وإجابة طلبهما إذا كان ما يطلبانه مباحا. نعم. يقول في فقرة له: كيف يحقق المسلم التوحيد الخالص لله عز وجل؟ هذه مرتبة عليا، مرتبة تحقيق التوحيد
هذه مرتبة عليا، وهؤلاء هم السابقون، هؤلاء هم المقربون، وهم الذين فعلوا الطاعات وتجنبوا فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات، هم الذين لا يشركون بالله شيئا. قد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن 70 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون، لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. تركوا الحرام وهو التطير، وتركوا الكي لأنه مكروه إلا عند الحاجة، وتركوا الحاجة إلى الناس وهو طلب الرقية، يرقون أنفسهم أو إذا رقاهم أحد بدون طلب فلا بأس. كل هذا اعتماد على الله عز وجل وغنى استغنى عن المخلوقين. نعم. أبو أصيل من الطائف معنا. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. بس الشيخ. تفضل. أنا حاني من حالة نفسية وطلبت زوجتي 4 مرات، هترجع رجعها ولا ما يجوز؟ طيب راجع المحكمة يا أخي، وإلا دار الإفتاء في الرياض. نعم. شكرا فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول امرأة في 40 مات زوجها ولم تفعل شيئا مما أمر الله به من الحداد على زوجها، وبعد فترة تزوجت من آخر. إذا أكملت 4 أشهر و10 أيام عدة الوفاة فلها أن تتزوج، والإحداد واجب في العدة، فإذا تركته إن كانت ناسية أو جاهلة فلا إثم عليها، وإن كانت متعمدة فإنها تأثم، ولكن العدة صحيحة. نعم. ما المراد في المشتبهات في البيع والشراء الشيخ صالح؟ يقول السائل المشتبهات هي التي لا يدرى هل هي من الحلال أو من الحرام نظرا لتوارد الأدلة فيها وتعارض الأدلة فيها، وهذه ما يخلصها ويعرفها إلا العلماء، لا يعرفهن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فالواجب على المسلم إذا اشتبه عليه شيء هل هو من الحلال أو من الحرام أن يتجنبه ابتعادا عن الحرام. نعم. تفضل يا أخ فهد من القصيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير فهد. قصر التلفزيون شوي. طيب قصره لأنه في ارتداد عندي. تفضل. تفضل. طيب. فهد بس الشيخ بالنسبة للمحاضرات والأناشيد الإسلامية، هل يجوز نسخها في اليوتيوب ووسائل الاتصال مثلا الواتساب وغيرها؟ طيب يا أخي، إذا كانت محفوظة، يعني يقول جميع النسخ محفوظة. طيب واضح السؤال فهد، شكرا. يا أخي المحاضرات الدينية من العلماء، المحاضرات التي يلقيها العلماء وفيها فوائد في العقيدة وفي العبادة وفي الحلال والحرام، هذه جيدة وهذه يحتفظ بها وتستمع. وأما الأناشيد فلا يجوز تداولها لأنها من الأغاني، لأنها من الأغاني ومن شعار الصوفية أو من شعار الحزبيين، هذه محدثة ولا فائدة فيها، بل فيها مضرة. وأما إذا كانت الأشرطة الطيبة مكتوبا عليها محفوظة فلا يجوز استنساخها إلا بإذن أصحابها، لأنها مملوكة لهم فلا بد من استئذانهم في ذلك. نعم. يسأل فضيلة الشيخ عن أبرز أركان التوحيد هذا السائل أبو عبد الله. أنواع التوحيد 3، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو إفراد الله جل وعلا بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير. توحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد التي يتقربون بها إليه مما شرعه لهم، فلا يشركون بالله شيئا في عبادته. توحيد الأسماء والصفات أن نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل ولا تشبيه،
وتنزيها لله من غير تعطيل. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة التوحيد. نعم. نأخذ عبد الله من أبها، تفضل أخي عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. عبد الله اكسر التلفزيون شوي الله يعافيك. عبد الله ما هو جنبي الله يحفظك. تفضل تفضل. الله يحفظك. أنا سؤالي، والدتي ترعى البقر وكانت تبغى تقرب تمسك العجل، تقترب من العجل تمسكه، والحبل كان تحتها بدون ما تدري يعني بين الأعشاب، فسحبها هذا العجل وسقطت على بطنها، ثم سقطت الجنين في شهورها الأخيرة. والسؤال الثاني، طيب يجاوب الشيخ على هذا لحظة. أقول إذا كان الأمر كما ذكرت وأنها لم تتسبب فلا حرج عليها، إذا كانت ما تعلم بالسبب وإنما حصل بدون علمها وسقط الجنين فلا حرج عليها. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني أيضا، كانت حامل في الشهر الرابع وفتحت باب السيارة وما تدري أن باب السيارة أكبر، حجمها أكبر، وضربها في بطنها وأسقطت الجنين أيضا. مثل ما سبق، إذا لم تعلم هذا وضربها بدون أن تتعمد أو تحتاط فإنها ليس عليها شيء. المهم إذا كانت مفرطة فعليها الضمان، عليها الضمان بالدية وعليها الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين. أما إذا كانت غير مفرطة فلا شيء عليها. الحمد لله. ما هو الضمان بالدية يا شيخ؟ دية الجنين. مقدارها يا شيخ؟ يقدرها الحاكم طال عمرك، القاضي. شكرا. نعم. شكرا يا عبد الله. هل رفع اليدين في دعاء السفر وعند دخول المنزل وركوب الدابة مشروع؟ دعاء السفر عند السفر، عند بداية السفر، إذا ركب على الدابة أو على السيارة أو على الفلك وهي المراكب البحرية أو على الطائرة، فإنه يأتي بهذا الدعاء: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم هون علينا سفرنا هذا وطعنا بعده، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر، اللهم هون علينا سفرنا هذا وطعنا بعده. هذا عندما يركب للسفر. أما إذا ركب السيارة والدابة لغير سفر وإنما يريد أن يذهب إلى مسافة دون السفر فلا يشرع هذا الدعاء لأنه لم يسافر. نعم. هذا يسأل يا شيخ عن حكم بيع الأراضي بالتقسيط مع تأخير نقل الملكية الأرض حتى سداد القيمة كاملة. لا بد من تمام البيع، تمام العقد بالإيجاب والقبول، ولا بد أيضا من القبض بالتخلية بأن يرى الأرض ويعرف حدودها ويعرف مساحتها، وأما أنه يشتريها بثمن حال أو بثمن مؤجل أو بثمن مقسط فلا بأس، وأحل الله البيع وحرم الربا في الأراضي وفي غيرها. نعم. ولكن كونه يرهنها البايع، كون البائع يرهنها على ثمنها، هذا لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. له فقرة حول هذا الموضوع، يقول: بالنسبة للأراضي الذي أعدها أنا للتجارة هل أزكيها؟ نعم بلا شك، إذا حال عليها الحول ابتداء من نيتك لبيعها، إبحال عليها الحول تم عليها سنة من بداية نيتك، فإنك تقومها بما تساوي ثم تخرج ربع العشر. نعم. من الأسئلة التي وردتنا فضيلة الشيخ، يقول: هل اتخاذ الأسباب في زماننا هذا ينافي كمال التوكل؟ لا، هذا مما أمر الله به ولا يتنافى مع التوكل. لا بد من التوكل على الله مع اتخاذ الأسباب، فلا يعتمد على الأسباب ويترك التوكل لأن هذا شرك، ولا يتوكل ويترك الأسباب لأن هذا إهمال وتفريط. الله جل وعلا أمر باتخاذ الأسباب مع التوكل عليه سبحانه وتعالى. نعم. نأخذ اتصالات الإخوة والأخوات، ومعنا محمد من مكة المكرمة. تفضل أخي محمد.
محمد تفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد قصر التلفزيون الله يعافيك، قصر التلفزيون لانه يشوش علينا شوي، تفضل محمد. طيب طيب. تفضل. اطرح سؤالك. يا شيخ انا كيف حالك؟ حياك الله. اقول لك يا شيخ انا عندي سؤال، هل يجوز قول لا حول الله؟ لا حول الله، طيب شكرا لك. لا ما كملت يا اخي، لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم أحسن الله إليكم شيخ. كتابة الرقية ما حكم كتابة الآيات وتعليقها في عنق المريض؟ لا هذا فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يجوز لأن هذا من التمايم، والتمايم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فلا تعلق لأن الإنسان يعتمد عليها ويظن أنها هي اللي تشفيه، لكن القراءة على المريض مباشرة هذا هو المشروع وهذا هي الرقية الصحيحة. نعم. بعض الناس يقول فضيلة الشيخ، يقول السائل أبو محمد، أن الزواج من الأقارب فيه مشاكل كثيرة، ونريد من الشيخ حفظه الله أن يبين صحة هذا. هذا لا أصل له، هذا لا أصل له، وهذا يقوله الذين يريدون أن يحصروا الزواج ويقللوا منه فيأتون بالمعوقات. لا أصل لأنه ما يتزوج من الأقارب. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من أقاربه من قريش، وزوج ابنته إلى ابن عمه علي بن أبي طالب، زوج فاطمة بنت محمد لعلي بن أبي طالب وهو ابن عمه، وكذلك كان الصحابة يتزاوجون فيما بينهم ولا يفرقون بين الأقارب وغيرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته أو دينه فزوجوه، ولم يخص هذا بالأجانب، بل هذا عام للأقارب وغيرهم، الرجل الكفء سواء من الأقارب أو من غيرهم إذا رضيت به المخطوبة فإنه يزوج. نعم. أبو محمد معنا على الخط، تفضل أبو محمد. هلا مساء الخير. السلام عليكم. يا هلا بي الشيخ طال عمرك. تفضل. السؤال يا شيخ. تفضل. مثل اللي يروح للكهنة هل له توبة ولا لا؟ أنا عاني من مشكلة وبديت كم شيخ وكم من لي 15 سنة ما طلعت بنتيجة، وأنا عاني من مشكلة، وهل اللي يروح للكاهن له توبة ولا لا يا شيخ؟ طيب شكرا. يا أخي الذهاب إلى الكاهن لا يجوز، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا في الحديث، فلا يجوز الذهاب إلى الكهان، بل الذهاب إلى الله عز وجل، ولا تيأس ولا تقنط من رحمة الله، وتعالج بالأسباب المباحة عند الأطباء النفسيين أو الأطباء بالأدوية المعروفة، وبالرقية الشرعية والأوراد في الصباح والمساء، والإكثار من ذكر الله، والإكثار من تلاوة القرآن، والدعاء، أكثر من دعاء الله عز وجل فإنه قريب مجيب، ولا تيأس من رحمة الله. نعم. فضيلة الشيخ، السحرة والمشعوذون خطر على الدين وعلى العقيدة وعلى المجتمعات، لعلكم تحذرون من التردد على هؤلاء مأجورين. لا يجوز بقاء السحرة في المجتمع المسلم، بل يجب القضاء عليهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، وعمر رضي الله عنه أرسل إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فنفذوا ما أمرهم به، و الصحابي الذي مر على الساحر الذي يلعب عند الأمير وكان يوري الناس أنه يقتله ثم يعيده حيا، فيعني دجل عليهم في القمرة وفي تخييل سحر التخييل، فجاء دنا منه هذا الصحابي وضربه بالسيف وقال إن كان صادقا فليحيي نفسه. وحفصة بنت عمر أم المؤمنين قتلت جارية لها سحرتها، فلا يجوز
بقاء السحرة في مجتمع المسلمين، ولا يجوز عن من يعرف عنهم أن يسكت، بل يبلغ عنهم السلطة لتطهير المجتمع منهم. نعم. طيب، نختم هذا اللقاء بسؤال عن لأحد الإخوة يقول: ما حكم قول الإصرار على الصغائر يجعلها كبائر؟ نعم، إذا تهاون بالمعاصي، إذا تهاون بالمعاصي وقال هذا شيء سهل إن كان مهنا إلا هذا هو سهل، تهاون بها، فإنه يكون تهاون بأمر الله، فيكون فعله تهاونه كبيرة، تهاونه بأمر الله وتساهله بأمر الله هذا كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. أخيرا يا شيخ، كيف يزيل الشخص الإعجاب من النفس؟ بالإخلاص لله عز وجل والاستعاذة من الشيطان، فإذا أري في نفسه الإعجاب فإنه يتعوذ من الشيطان الرجيم ويتواضع لله عز وجل ولا يعجب بنفسه ولا يتكبر. الإنسان ضعيف مهما كان وهو محتاج إلى الله عز وجل في كل أحواله، فهو ضعيف وفقير إلى الله عز وجل مهما بلغ، ولو كان ملكا أو كان وزيرا أو كان مديرا أو كان ذا مكانة في المجتمع فهو ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا. نعم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم عبر محطة القصيم. شكر الله لفضيلته، وأشكر زملائي في محطة القصيم الذين رتبوا هذا اللقاء مع فضيلته، كما أشكر زملائي معي في الاستوديو معجب الدوسري مخرج هذه الحلقة. يتمنى لكم أوقات طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.